يقول السائل: وجد رجل مبلغ من المال بجوار زمزم، فما الحل؟ إذا كان هذا المال له علامات يعرف بها فإنه ينادي عليه، ينادي عليه، يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرم: لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني لمن ينادي عليه ويعرفه حتى يجد صاحبه. وإذا كان ما عنده استطاعة أو لا يبقى في مكة بسافر، فإنه يسلمه إلى مكتب الضائعات، أن في مكتب للأشياء الضائعة يسلم لهم هذا الشيء وهم يتولون إيصاله إلى أهله إذا وجدوه. نعم.